المكان في مقامية الزبيرة التي تقع غرب محافظة البصرة. المقام قال بأنه هناك جهات مجهولة قامت بسرقة ما يقارب 10 حاويات. الحاوية الأخيرة تضم مواد متفجرة تنوي منظمات أجنبية تفجيرها في صحراء الرميلة الجنوبية. أن يكون هناك عمل إرهابي وإنما هو لأغراض تجارية، ولكن الجهل بالموضوع، تحدث بأن الجهل بالموضوع والتعامل مع هذه القنابر هو تكون في موضوع خطر جداً.